تخرج لزيارة الحسين عليه السلام فإنما تخرج من قوقعة الذات بكل ما فيها من المعاصي والمنبقات، وتحلق في آفاق السماوات بكل ما فيها من النور والرحمة والبركات. حينما يكون سمتك الحسين، فهذا يعني أن سمتك الجنة، فهو سيد شبابها وصاحب الشفاعة الكبرى فيها. ولأن الجنة والنار قطبان متناقضان، فبكل خطوة تتجه بها نحو الحسين تبتعد خطوة من النار. ولعل ذلك معنى الحديث الشريف: إن ذنوب الزائرين تصبح خلفهم. من يسألني عن فضائل زيارة الحسين عليه السلام وآثارها في النفوس، أقول له: جربها بنفسك لترى أي آفاق من السماوات تنفتح عليك في زيارته. قال أحدهم: كيف تقولون من زار الحسين كان كمن زار الله فوق عرشه؟ وهل الله في مكان دون مكان؟ أليس الله في كل مكان؟ قلت: إن الله موجود في كل مكان، السماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته، فلماذا جعل الله لنفسه بيتا في مكة وطالبنا بزيارته فيه؟ وأي عجب في أن يجعل الله زيارة ولي من أوليائه كزيارته فوق عرشه. عندما ترفع رجليك وتحطهما وأنت تمشي في طريق زيارة الحسين، فإنك بكل خطوة تصعد عند الله درجة من درجات الجنة. أليس لكل خطوة من خطوات الزيارة ثواب حجة مقبولة؟ عندما يزور أحدنا الحسين عليه السلام فإنه يتحرر من كل ما يخلده إلى الأرض من حب الدنيا وحب الذات وحب التكبر وحب التعالي وحب الراحة وكل الرذائل. مع الحسين أنت تشعر براحة الضمير، لأنك مع المظلوم للظالم، ومع العدل للجور، ومع صاحب الحق للغاصب، ومع الشهيد للجلاد. بحق أقول لكم إن الحسين عليه السلام من أعظم آيات الله، وبابه من أوسع أبواب رحمة الله، والتقرب إليه من أفضل الوسائل للتقرب إلى الله.